السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من يطلب العلم على الأشرطة بحيث يدرس المتون ويسمع شرح أحد العلماء؟ لا لا، ما هو على طلب العلم، ما هو على الأشرطة، على العلماء والحضور بين أيديهم، سؤالهم، مناقشتهم، أخذ العلم عنهم، ما هو العلم يؤخذ عن الأشرطة وعن الكتب وعن نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.